جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. تو انا كي نسمع برمجه كيما هكا في المسرح وموا نمشي في ميدان نجي نسمع مهرجان حمامات دودي اللي هو ميزانيته قريب المليار، نجي واحنا نشجعوا في الشباب كذا وموا ناخذوا من الجانب المسرحي. اعطيني مسرحيه فيها شباب، فيها شباب هاك تشوف الاربع مسرحيات شنو؟ الفاضل الجعابي، دم النادي، كمال التواتي، وما نعرف شنو، توفيق الجبال. انا مانيش ضدهم، هذوما ناس كبار. حكي على مسرح الحمامات، خاطر اللي نشوف مثلا نعطيك عليها مهرجان كبير كالحمامات، مهرجان دولي كبير يستنى الثاني، عليها ما نعطيش انا. انا ما عرفتش فيها مجامله، ثم برشا مجامله معناها كانوا هاو عندنا فلان كهو هذوكم معناها كونفيرمي وعطيه. بلا حاجه اخرى رياض زاد انا استفدت لاحظها ابار البرمجه، لاحظت انت شكون حاضرين؟ وزير ما عرفش اسمها وليستا من بكري متلافع وزراء وزير سابق ذكرني مهرجان كيف لطارت معد مد مكسر تلقاه موجود. لاحظ انت البرمجه، شوف الناس اللي تجي للمهرجان الحمامات والاهتمام وزراء وشنية ومهرجانات اخرى منسيه جبنه. قالوا باش نعملوا لفته المهرجان القصري، مهرجان كيف يا رسول الله، مهرجان كيف ومخلوف وما ادراك كيف اللي هي منبع نتاع الثقافه الفنون تو ماهوش مهرجان دول. فهمني، وميزانيته ما تجيش في عرض واحد شاري مهرجان حمامات، مش اللي معناها ضد مهرجان حمامات، لكن ثم عداله. انا مانيش حتى عداله بصراحه، لا في الجهات لا في حتى شيء، هي الحكايه مهرجانات ما يقدرش يجيب لك مطرب من برا في الجهات. ونرجعوا للاقصاء هذا نتاع اللجان، ثم اقصاء اخي تونك تسميهم لي الاربعه بكري نسمع فيها الاولاد، ثم اقصاء للشباب. ها باش نقول لك لا اسمع اخي تبارك الله عندنا قداش مسرحيه نتاع اللجان موجودين واحد كذا، ثماش واحده عليه معناها هي قاعده ندوروا في سيركل واحد. جينا العادله انتقائيه مش انتقاليه، والله ينتقيوا معناها كما هما معناها. وهذه انا هكا كي نولي نحس فيها برشا. تو انا مثلا ثم فرق حلوه نتاع مسرح داخل الجمهوريه، علاش ما ياخذوش حظهم في مهرجان الحمامات؟ الاخر مهرجان الحمامات باش تصير لهم تغطيه اعلاميه كبيره، بما انه ثم برشا اعلام في الحمامات معناها تغطية إعلامية ويشوفوهم ويعرفوا بأعمالهم. حتوا هذوكم ناقصين الأعمال هذي، ما نجددهم باش تعدم، هما مش ناقصين إعلام ومعروفين واحد، كي نعطي فرصة لأعمال أخرى تجي غاديك باش تاخذ الضوء وباش تاخذ كذا. فهذا والله لا هو معقول كممثل، يعني ترى تقسيم الأدوار غالب، والله لا هو معقول، والله لا هو معقول، والله العظيم ناويين على ثورة أخرى والمرة، والله العظيم بتصير كارثة. ربي يهدينا وربي يسترنا لك. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.